أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكر الناظم رحمه الله أن من أراد الزنا بزوجة إنسان أن له قتله دفعاً للصائل، فهل يقاس على هذا من أراد الزنا بأخته أو ببنته؟ جميع محارمه، نعم، جميع محارمه يدافع عن، وحتى المسلم يدافع عن حرمة أخيه، يجب على المسلم أنه يدافع عن حرمة أخيه كما يدافع عن حرمته هو. نعم.